الجسر الزجاجي الأطول والأكثر ارتفاعاً في العالم، فارد من نوعه وحقيقة يحبس الأنفاس. تم بناؤه عام 2016 ليكون بذلك الجسر الزجاجي الأكثر ارتفاعاً في العالم بارتفاع شاقولي قدره 300 متر، وأيضاً هو أطول ممشى زجاجي شفاف في العالم بطول 430 متر، حيث أنه يربط بين حافتي جبلين فوق واد عميق في منتزه مقاطعة هونان بالصين. الرجال الشجعان هو الاسم الذي أطلق على الجسر، تم افتتاحه رسميا للجمهور في 20 أوت 2016، يبلغ عرضه 6 أمتار، وقد تم تصميمه لاحتواء 800 شخص في نفس الوقت واستقطاب 8000 زائر يوميا، لكنه استقطب فعليا ما يفوق 80000 زائر في اليوم الواحد، مما دفع للإدارة القائمة عليه بغلقه أمام الجمهور بعد أسبوعين فقط من افتتاحه، وذلك من أجل توسيع حظيرة السيارات وتحديث نظام التذاكر إلى جانب خدمات الزبائن ليتم إعادة فتح أبوابه بعد 4 أسابيع. الجدير بالذكر أن زجاج الجسر يتحمل وزن سيارة رباعية الدفع، وقد تم تصوير مقطع إشهاري لسيارة علامة فولفو وهي تجتازه بأمان. وطبعا هناك دائما مساحة للمغامرة والتجريب، حيث قامت مجموعة من الشباب بمحاولة كسر زجاج الممشى لغرض التحقق من صلابته، لكن لم يتم فعلا كسره بالكامل. جسر الرجال الشجعان مثال آخر عن تحدي التكنولوجيا في فتح آفاق جديدة ومغامرات لم تكن في الحسبان. <笑>我天，木一木，哎，这样真的有点恐怖。